كي دايرين صحباتي؟ كي دايرين اخواتاتي؟ الغزالات ديالي ياك لاباس عليكم؟ ياك بخير؟ كي دايرين وليداتكم والعائله ديالكم؟ ومعز عليكم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم البنات يتنشارك معكم واحد الخريجه المرجان كما عودتكم كيف ديما اي حاجه كنبغي نشاركها معكم. مشيت للمرجان ولقيت شي بروموسيون ديال البنات، شي تخفيضات اللي زوينه بزاف بزاف. دايرين هاد البروموسيون على قبل شهر رمضان الفضيل، هو على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال والصحه. يا ربي الصحه راهي اهم حاجه، اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره. صافي مني مشيت للمرجان ولقيت هاد البروموسيون اللي قلت لكم في الماعن، في المواد الغذائيه، في مواد التنظيف، وقلت بلاتي نصور هاد البروموسيون مع الحبابات ديالي الغزالات ديالي. ايوا البنات هانتوما كتشوفوا راه كاين كما قلت لكم في الماعن، في مواد غذائيه وفي مواد تنظيف، وصورت لكم كل شيء راه واضح في لا فيديو. وكملوا لا فيديو غتشوفوا المشتريات اللي شرات الوالده ديالي، راه شي مشتريات اللي بواحد الثمن اللي خيالي البنات حتى الاخر. وغتشوفوا دوك المشتريات، ولكن البنات غادي تشوفوهم غير في الشاريو، وغادي ندير واحد لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم خاص بالمشتريات اللي شرينا من مرجان. يلا البنات ما تمشيو فين حتى تكملوا لا فيديو، وما تنساونيش البنات من البصيمه ديالكم ومن لي جيم ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده للجميع. يلا خليتكم في امان الله وحفظه، وفرجه ممتعه.
الا بغينا ناخذ شي حاجه
السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين وليداتكم والعائله ديالكم ومعز عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. وكنقول لكم جمعه مباركه البنات. جيت نشارك معكم مشتريات سنه 2021. هذو هما المشتريات اللي تقديت منذ بدايه سنه 2021. هانتوما البنات، جيت نشارك معاكم شي حوايج كناخذهم هكا في البروموسيون، شي حوايج كناخذهم بالثمن ديالهم اللي عادي اللي كيتبعوا به في الاسواق. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا مشتريات اللي زوينه، اللي الصراحه الا خديتوها ما تندموش عليها. شي حوايج اللي من الضروريات يكونوا عندنا في الدار. غادي نشارك معكم كل حاجه وبالثمن ديالها البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادو هما المشتريات ديالي كما قلت لكم منذ بداية سنة 2021، وأنا كناخد. وهاد هما المشتريات دابا اللي خديت حاليا هاد الساعة. يلا البنات ما تمشيو فين حتى نشارك معكم كل حاجة بالثمن ديالها. يلا خليتكم راحة حتى تكملوا لا فيديو. بحال هاد ليمول، غنبدا معكم بليمول. ليمول البنات من الأحسن أنكم تاخدوا ليمول ديال جرانيت، هما أحسن ماخك. ولا المول ديال الطيفال، كيكون هاد المول ديال الطيفال أغلبية تيكون في مارجان، و تيكون الثمن ديالو زايد، ولكن الجودة ديالو تتكون عالية. الجودة ديالو اللي زوينة بزاف، اللي كنصح أي وحدة تاخد أما ليمول ديال جرانيت أما ليمول ديال الطيفال. بالنسبه لليمون ديال الجرانيت، هما هادو البنات اللي ما تيعرفش الجرانيت، هادو هما الجرانيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا ليمون راه كيتحتاجوا بزاف. كنبغوا نوعو بحال هكا ليكيك، كل مره نخلفوا هكا ليمون، لما راه المقادير كتبقى هما. هانتوما البنات بالنسبه لهاد المول، شوفوا القطر ديالو في العلو ما شاء الله كيفاش كتجي فيه الكيك، كيجي عالي القطر ديالو في العلو. يعني مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الكيك غتجي عالي من الفوخه، القطر ديالو ما عرفتش شحال بالضبط فيه في العلو. ها نتوما البنات هذا جرانيت، كتاخدي ثلاثه ب 3000 ريال، حيت هادو يلاه خرجوا. كاينين وحدين دايرين غير 2400 ريال، ولكن الماركه ديالهم قديمه. هاد الشكل ديال المول اللي خديت انايا يلاه خرجوا دابا، هاد الاشكال ديال لي مول. منهم هذا دابا اللي درت معكم، كيكونوا ثلاثه في لومبالاج واحد. هذا البنات اللي شاركت معكم دابا، ومنهم هذا اللي كيف ما كتشوفوا على شكل تا هو ورده، كيجي زوين. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع البنات. كيف ما ذكرت معكم الثمن 3000 بثلاثه، بحال اللي كيتحسبوا 50 درهم للواحد. هانتوما البنات كيفاش كيجي، وكيجوا اكثر من رائعين البنات. الكيكات ديالهم تيجوا فنين وتيجوا مغايرين. بالنسبه للثالث اللي تيكون معاهم في لومبالاج، اللي كيجي معاهم في لومبالاج هو هذا. هانتوما البنات هذا اللي كيكون معاهم في لومبالاج. هانتوما البنات ثلاثه ديال لي مول كيف ما قلت لكم، وزوينين الصراحه. بالثمن ديالهم انا عجبني بزاف، 3000 ريال جرانيت. كيف ما قلت لكم راه مارجان تيبيعوا الطيفال، ولكن راه غير مول واحد كيدير تقريبا 100 درهم حتى 2400. لي مول ديالهم زوينين حتى هما الطيفال، الماركه زوينه وشركة غنية عن التعريف. راه الطيفال راه شي حاجة اللي ممتازة بزاف، وحتى الجرانيت صراحة أنا جربت المولات ديالها زوينين. منهم هذا راه مطيبة فيه دابا جوج ديال ليكيك، ما تيلصق ما والو، غير قلت نشاركو معاكم. هذا شريتو بوحدو ب 50 درهم. هانتوما البنات في هاد السقطة في الجنب، هانتوما كيف ما كتشوفو زوين زوين بزاف البنات، ما كيصدي ما والو. غادي نشارك معكم واحد المول اللي تقدروا تاخذوه في السوق، ولكن الجوده ديالو عاديه البنات. بحال هذا دابا ماشي شي جوده، ما نشكروش لكم لان الجوده ديالو ناقصه بزاف البنات. كيديروا تقريبا 20 درهم 25 درهم، هذا هو الثمن ديالهم، ولكن الجوده كيف ما قلت لكم عيانه ماشي شي حاجه. هانتوما البنات هذا خديتو غير حيت ما كنستعملش بزاف هاد لي كيك ديال القلب، غير الا بغيت نصايب شي طاخت ديال عيد الميلاد لولادي للزوج ديالي وصافي، نخليها غير لي طاخت بحال هكا مره محافظه عليه. وهادي البنات هذاك المول اللي ذكرت معاكم دابا راه دايره غير 20 درهم، ولكن الجوده ديالو عاديه. بحال هادي البنات هاد الكويميله رائع البنات ديال جرانيت،
في مارجان ديري لا بروموسيون دايره 18100 ريال، ولكن عجبتني غزي ولا البنات سوينه فنه. ها انتوما كيف ما كتشوفوا فنه البنات، ها انتوما كيف ما كتشوفوا من الداخل ديالها زويونه وحليلوه. دابا جاي رمضان، الا شط لكم شي حريره بحال هكا بغيتوا تسخنوها فيها، اي حاجه بغيتوا شي كريمه بغيت تصايبوها فيها فنه وزوينه، وبالغليقه ديالها كتحمي لينا الحاجه باش هكا ما كيدخل لها لا دبال لا والو. صافي البنات غادي نذكر معكم هاد الليمون هادو الصغار، ها نتوما فنين تا هما وحليلوين. هادو البنات غير بجوج دراهم ولكن غزيولين. هادو المول عجيب، الحجم الصغير، ها نتوما كيف ما كتجيو كيجيو واحد لي طاخت ديالهم كيجيو رائعين البنات. انا خديت فيهم 12 مول، كيف ما ذكرت معكم الثمن جوج دراهم الواحد، ولكن شي حاجه زوينه البنات ما تا هما ما كيلصقوش. وبالنسبه لهادو البنات هما بجوج دراهم المول، غزيولين البنات ديال تا هما ديال لي كيك صغار ميني كيك، خديت فيهم 14 قطعه ولكن زوينين البنات فنين. خديت فيهم كما قلت لكم 12 مول وزوينين. ها نتوما خديت واقيلا 14 على ما اظن، عندي هنا 14 ما بقاش عاقله مزيان، المهم ما بين 12 ل 14 وهلا ما عقلك شويه شويه واقيلا عندي تما 14. صافي البنات وهنايا عندي هادو فنين تا هومايا غزالين البنات غزالين. هادو كنت خديتهم 140 لواحد، ما شاء الله كتجي فيهم واحد الحطه فنه بحال هكا كتحط فيهم التمر في رمضان. كيفتحوا الشهيه، راه ماشي حنا ماشي الكرش اللي كتاكل كيف ما كنقولوا، راه العين كتاكل قبل من الكرش. الا حطيتي شي حاجه هكا متوله وزوينه وكتحطي فيها بحال هكا الشباكيه التمر وهذا حتى انت كتفتح لك الشهيه. الا حطيتي فشي طباس الله على قراه الشهيه كتسد والله العظيم البنات. الا حتى الماعن حتى هما تيلعبوا دور، بالنسبه لي انا عزازين عليا الماعن، وكل واحد وكيفاش عطاه الله، كل واحد وشنو كتعجب وشنو كيعجبو. كيف ما قلت لكم البنات خديت فيهم 4 ديال اللوينات ب 140 لواحد فنينه البنات غزالين. وهذه الفراقه البنات عجبتني، الزاج ديالها غليظ. ها نتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله، بحال هكا تحط فيها الحلوه والفاكهه وكلشي. ها نتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله، غزاله 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 غزاله. ها نتوما رائع البنات. غادي نذكر معكم الثمن ديالها، هذه غير ب 2200 ولكن راه الجوده ما شاء الله، والزاج راه ثقيله ما تقدرش تهزيها، ماشي شي حاجه اللي عيانه. وهادو البنات هما ب 140 فنين. ها نتوما الشكل ديالهم على ورقه ديال الشجره، زوينين بزاف بزاف. ها نتوما حتى هما عجبوني، راه خديت فيهم 4 وواحد راه عندي في الكوزينه مستعمله مازال ما غسلتوش. 4 اللي خديت حتى هما الجوده ديالهم زوينه. انتم كيف ما كتشوفوا على ورقه ديال الشجره، على شكل ورقه الشجره، وفيهم واحد لابريونس زوينه بزاف وتيلمعوا. وبالنسبه لهاد غادي نذكر معكم هاد الطباسل، هادو لي بروموسيون البنات غير ب 1600، راه دايرين هما 100 درهم اللي دايرين. ها انتم البنات كيفاش داير ما شاء الله، شحال زوين في الحطه ديالو. ها انتم كيفاش الطباسل كيفاش داير ب 1600 ريال، عجبني بزاف بزاف. وعندو السيرفيس ديالو ديال الطباسلات الصغار، كيمشيو معاه 6 ديال الطباسلات الصغار وغير ب 1600 ريال. والزاج ديالو ها انتم راه غليظ وزوين. ها انتم كيف ما كتشوفوا كيجي اكثر من رائع في الحطه ديالو. ها انتم هذا بروموسيون غير ب 1600، اللي بغاني نقول ليه فين خديتو ولا هذا يخليها لي غير في كومونتير. انا غادي نعطيه لادريس ديال السيد اللي كيبيع الماعن، مره تيكون عنده شي بروموسيون زوينه البنات. صافي هذا ذكرت معكم الثمن ديالو كيف ما قلت لكم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. وهذه البنات فراقه مازال ما ركبتهاش، انتم كيف ما كتشوفوا راه كتجي مركبه بهذا العود ديالها، تتجي فيها جوج طبقات، كتجي هاد الطبقه الفوق وهذه التحت. ها انتم كيفاش كتجي زوينه وتا هي مذهبه. هادو ديال السيراميك زوينه بزاف، وبروموسيون الثمن ديالها 70 درهم، هادي غير البروموسيون، اما راه كتباع اكثر. ها انتم كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه وكتجي فنه البنات. وهادو هما الاواني اللي خرجوا دابا ديال السيراميك، شي حاجه اللي عاطيه للعين، شي حاجه اللي اكثر من رائعه البنات. ها انتم كيفاش كتجي في الحطه ديالها، راه كتجي زوينه فنه البنات. وهذه البنات هي حليلوه وزوينه البنات فنه. انتم قبل ما نفتحها معكم شوفوا
عندها بزاف ديال الحوايج ممكن تحطهم فيها، بحال تبي سلطة ديال الكالامار، بحال البريوات، بحال عرفتي ما شاء الله حلوة وزوينة. هادي ب60 درهم غير البروموسيون، لكن فنة. انا نحلها معكم وغادي تشوفوها دابا، زوينه البنات. وكيف ما قلت لكم غير البروموسيون ب60 درهم. هانتوما البنات كيفاش دايره ما شاء الله. بحال دابا البيتزا الكيكه كتحطيهم فيها وكتبقاي دوريها، اللي مازال ما هزش كتدوري ليه يهز. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي فنه. بحال بغيتي تزوقي شي لاطاخت كتبقاي تزوقيها، كتبقاي دوريها بحال هكا وانت كتزوقي في ديك لاطاخت. فنه البنات، عندها عدة استعمالات، استعملها الكيك البيتزا. صراحة عجبتني بزاف البنات، الثمن ديالها 60 درهم بروموسيون. هانتوما البنات، انا راه ما كندير لا اشهار لا والو، انا غير المعنات ديالي اللي عاجبيني بغيت نشارككم معكم ونفيدكم بديك الأثمنة وصافي. هذا هو الهدف ديالي. اما انا شريتهم والله يرزقكم تنتوما مناش تشريهم. وها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه، والله يسهل على جميع البنات. غير انا بغيت ندير معكم فيديو خاص للمشتريات ديالي. ها نتوما البنات، كنشارك معكم كما قلت لكم انا الافراح ديالي والاحزان ديالي، اي حاجه نحطها مع خوتي خواتاتي علاش لا. والله يسهل على اي وحده، والله يوفق اي وحده، والله ييسر امور اي وحده فيكم كتفرج في هاد لا فيديو. وهذه البنات عصاره ديال القهوه اللي زوينه زوينه زوينه، والشركه ديال توروس راه شركه اللي الجوده ديالها زوينه، ولا في العجانات ولا في اي حاجه، واخا يكون البخي ديالها شويه طالع ولكن الجوده راه سبق من الثمن وغلا من الثمن. راه الجوده هي كلشي، اما الثمن ما تيهمش. واخا نشريها باش ما شريتها، تيهمني تكون غير الجوده ديالها زوينه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه زوين زوينه بزاف. هانتوما راه ممكن تصايبي فيها الحليب، كديري فيها الحليب من هنا من كيهبط الحليب. والقهوه، القهوه معصره البنات، عندو الالات ديالها باش تهزي القهوه. كاينه ديال كوب وكاينه ديال جوج اكواب، وكاينه المعلقه باش كتهزي القهوه باش كتعبريها. وزوينه البنات، هنا كيتحط الكاس باش كتهبط لك فيها القهوه. وكتغسل وكلشي ساهله في التنظيف. هانتوما راه كتنظفيها كيف ما بغيتي، كتنطفي ليها هذا حتى هو كيتحيد. هانتوما البنات كلها كتنظف وزوينه وسهله في التنظيف ديالها. والثمن ديالها 18000 ريال في مارجان، ولكن كيف ما قلت لكم راه غير هاد التوريس راه الشركه اللي غنيه عن التعريف، شركه اللي مجربه انا في الاواني بزاف عندي ديال الحوايج ديال توريس، ولكن زوينه زوينه زوينه. اللي بغات تشري العصاره تنصحها تشري بحال هاد الشكل، اولا غير لا مارك بعدا تشري بحدا بحال هاد لا مارك، حيت هاد لا مارك عندي مضمونه 100%. اللي ما كنشكرش لكم انا شي حاجه الا ما كنتش مجرباها، راه عندي في العجانه وعندي في بزاف ديال الحوايج، كانت عندي في مونينيكس، كانت عندي في بزاف ديال ما عندو وسطهم طغوس زوينه بزاف. هانتوما البنات كيفاش دايره زوينه، شاركتها معكم هذيك المره، ولكن دابا غنشاركها معكم مع المشتريات كيف ما قلت لكم ديال سنه 2021. هانتوما البنات، هذا ديال لا سالاد ديال الفلون، رائع البنات. كتعمريه بالفلون وكتقلبيه كيجي داك الفلون على شكل ورده. الثمن ديالو 30 درهم، زوين زوين زوين، عجبني الصراحه كيحمق. هانتوما وكبيبر، راه عندي دوك ديالو الصغيورين. فن البنات كيجي اكثر من رائع. وهذا البنات الميكسور ديال الصبه ولا ديال الشوربه ولا ديال اي حاجه بغينا نطحنوها فيه، كتكون سخونه وكيطحنها باش نحافظوا على المونينيكس ديالنا، ما تتبغيش شي حاجه سخونه. وهاد لا مارك حتى هي زوينه زوينه البنات هي. وكنصح اي وحده بغات تشري هاد لا مارك هادي. راه كندير معكم شي حاجه اللي تنكون انا مجربها، وشي حاجه اللي ماشي غنجي ونشكرها لكم، ما عدا الا ما جربتها وجربتها وجربتها وعرفت القيمه ديالها وعرفتها باللي راه الجوده ديالها زوينه. وباش تزيدكم انا البنات كنشري شي حاجه واخا تكون غاليه تكون غير الجوده ديالها زوينه، ما تيهمنيش. كيف ما قلت لكم راه الجوده هي كلشي، اما الفلوس كتمشي وكتجي الله ينعلبوها الفلوس، راه ما حاجه هي الجوده. حتى اللي ما عندهاش تصبر حتى تشري شي حاجه اللي مزيانه، ما نصحش تشري الديباناج، راه دغيا كيتصوطا داكشي بالاخص ديال الضو، دغيا كيتصوطا وماشي شي حاجه اللي
اللي غادي نقدروا نغامروا فيها بحال البديع ولا هذا ماشي مشكل نشروهم رخاص، ولكن بالنسبه للحوايج ديال الضو نشروهم شي ماركات، شي لا مارك اللي معروفه، شي ماركات اللي معروفين. هذا الكاس ديالو البنات، ها انتم كيف ما كتشوفوا هذا هو الكاس ديالو، الا بغيتي تطحني فيه ولا بغيتي تعبري به راه فيه العبار، الا بغيتي تعبري الحليب لشي كيكه ولا شي حاجه راه فيه العبار وفيه كلشي زوين البنات. وهنا البنات عندي واحد جوج ديال لي مول خديتهم، الصراحه الجوده ديالهم زوينه حتى هما، هادو مجرباهم فنين. ها نتوما شوفوا القطر ديالو في لاطخت، عرفتي درتها في واحد فراس العام كنت يلاه خديت ديك ساعه هاد المول هذا ودرت ديك لاطخت، عرفتي ما شاء الله كيفاش جات، جات عاليه، جاو فيها 8 ديال الطبقات ولكن فنه جات، عرفتي جا زوينه البنات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا القطر ديالو عالي، الثمن ديالو 70 درهم، هذا حيت راه كيتزاد في الحجم ديالو، الا بغيتو تزيدوا ليه في الحجم الا بغيتو تنقصوا، والعلو عنده العلو بزاف عالي بزاف، فيهم جوج ديال لي مارك، كاينين واحد النوعيه اللي ما عالياش ورخيصه في الثمن. ها نتوما البنات هذا خديته مربع، حتى هو القطر ديالو عالي، ها نتوما كيف ما كتشوفوا وكيتزاد الا بغيتو تكبروا. ها نتوما غير دابا هز التليفون بيد كنصور بها، وفمي كنهضر به ما كاينش كيفاش ندير. ها نتوما البنات ما كاينش كيفاش ندير نوريكم، كيف ما قلت لكم ها هي يد وحده هزه بها ويد وحده كندور لكم بها باش تشوفوا المعن كيفاش دايرين. غادي نحطو هنا باش ما يتهرش، هو غادي نشارك معكم هاد العصاره اللي شراتها الوالده ديالي، هادي الصراحه بحال دابا رمضان جاي على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال. هذه البنات صراحه فن، اللي بغى يشري العصاره ديال الليمون ما يشريش شي حاجه اللي غادي ندم عليها، راه شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف البنات، والليمون كتعصروا لك بواحد السرعه فائقه، عرفتي كتحط الكاس ديال الليمون تحت من هنايا كيعمر لك دغيا 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 دغيا، والليمونه كتنشفها كتعصرها مزيان، والجوده ديالها عاليه وزوينه ب 300 درهم، راه فايته حطها معكم مشاركه معكم مرارا وتكرارا بلا ما نجبدها لكم، غير كاقتراح البنات اللي يلاه كيشرو في المعنات، اللي يلاه داروا ديورهم عزلوا ديورهم داروا ديورهم بوحدهم، ولا يلاه كي يلاه تزوجات وكتاهل الدار ديالها باش تشري المعنات ديالها، كنصح اي وحده هذه تشريها راه زوينه البنات، والجوده ديالها فنه البنات. راه عندي دابا مده ديال دوزون هذه وهي عندي، ولكن الجوده ما شاء الله اكثر من رائعه. بالنسبه لهاد العصاره اللي وريت لكم دابا 300 درهم، وهذه ديال القهوه ب 18000 ريال، ولكن راه كاينين في مارجان ما متواجدينش في المحلات، كاينه بحال هذه كاينه في المحلات، ولكن هاد لا مارك هذه ما عرفتش كاينه ولا لا، المهم هذه متواجده في المحلات، ولكن بالنسبه لا مارك ما عرفتش، ما نقدرش نقول لكم حيت كاينين بزاف ديال لي مارك، ولكن انا هذه مجربه، هذه اللي شكرت لكم راه مكتوبه في الكرتونه ديالها، وانتوما اللي عجبكم وبغيتو تشروه شروه، غير انا كنعطيكم الحوايج اللي كونفيونس اللي انا مجرباهم ومعاوده مجرباهم ومعاوده مجرباهم، تنشاركو مع خوتي خواتاتي كما قلت لكم، تنصحكم شنو تشري وشنو ما تشريش، كاينين شي حوايج اللي تيكون الجوده عيانه غنقول لكم عيانه، وكاينين شي حوايج اللي الجوده ديالهم زوينه غنقول لكم عليهم الجوده ديالهم زوينه. بالنسبه لهادي راه لا عصرتي فيها اكثر من 5 كيلو كتسكت اوتوماتيك، غير يبرد لها الموطور ترجع تخدم. هادي البنات مونينيكس اللي حتى هي زوينه البنات، هادي لا مارك ديالها سميتها مونينيكس، مولينيكس مولينيكس زوينه البنات فنه، عندها جوج كيسان، هذا دابا كاس ديال الزاج تيعطوه لك غراتوي، وكاس ديال البلاستيك تيمشي معاها. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الزاج ديالو غليظ وزوين، هانتوما حتى هي في مرجان، هذا الكاس ديالها الاخر البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما راه زوينه غزاله البنات، كيف ما كتعرفوا على الشركه ديال مولينيكس راه الشركه اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لهذا الشيء شاركته معكم، راه دابا جاي رمضان بحال اللي خاصه العصاره ديال القهوه، بحال اللي خاصه مونينيكس عصاره الليمون، هادو ضروري تيتحتاجوا شي حوايج اللي في الدار مزيان يكونوا عندنا، بحال هذه ديال العصير ضروري كتكون في اي دار، ما كتخطى حتى شي دار هاد مولينيكس.
هانتوما البنات كيفاش دايره، فيها جوج كيسان، الجوده ديالها فنه، دايره 13000 ريال البنات اللي دايره هاد مولينكس. هذا الموتور ديالها والطحانه ديال العطريه فوق منه، ها هي كتفسخ، الا بغيتي تفسخيها طحني فيها. بالنسبه لداكشي ديال السله ولا هذا، راه فنه كطحنوا لك حتى كتنيلوا زوينه. انا البنات هذه راه شفتها عند صاحبتي، خداتها وشكرات عليا، وتا انا خديتها ودابا كنشكرها لكم، حيت شي حوايج اللي تنشكر لكم اللي مجربه لا مارك ديالهم مولينكس، راه اصلا معروفه وغنيه عن التعريف، ماشي شي حاجه انا اللي كنشكرها، هي شكرها راسها براسها. ها نتوما البنات، وتا الثمن راه 13000 ريال، راه الجوده راه ديالها راه غتكون زوينه. كاينين ديال 2600 ديال 3000، ولكن الجوده ديالهم تعقدي ودوز، يعني كدوزها واحد الفتره وكترميها. هادي لا حافطي عليها، راه فيها جوج كيسان تبارك الله، راه غدير لك واحد المده. وباش نزيدكم واحد القضيه عاوتاني، الا كانت عندك غير يد وحده راه الحاجه ديالك كتضرب واحد المده، والا كانوا كثرت اليدين بزاف راه تشريها بالثمن والله ما غطول لك، حيت كل واحد وكيفاش جاير في الطريقه ديالو ديال هذا الاستخدام ديال الماعن. كاين اللي ما عندوش السوق، الا بدا كيطحن كيطحن كيشدها دقه وحده. حنا دابا انا كنشوفها منظرنا دابا اليدين تبارك الله بزاف، راه الحاجه ما كطولش، والا كنتي غايب وحدك راه كضرب واحد الحاجه مده البنات. ها نتوما كما كتشوفوا، حيت كما قلت لكم الا كنتي غير يدك بوحدك انت كتكيسي على ديك الحاجه، عارفه راسك كتكيسي عليها، ماشي غيجي واحد من وراك كيف ما قلت لكم. دابا مونينيكس غيشد غيدور ليها ويخليها شحال وهي كطحن، تيسخن لها الموتور ديالها، وكل نهار كيعاود نفس العمليه، راه غادي تخسر وما غاديش تطول لمده طويله. ها نتوما البنات، ها نتوما هادو هما المشتريات ديالي. وغادي نزيدكم واحد القضيه، غادي نشكر لكم واحد الحاجه اللي انا مجرباها ومجرباها ومجرباها وعندي دوزون البنات عامين، هذه اللي هي الهشوار اللي دابا الوقيت ديالها جاينا الكرافس والربيع في الحريره والحشوات ديال المسمن والحشوات ديال البريوات، بزاف ديال الحوايج البنات. بلا ما نقول لكم كل شيء، راه كل شيء كطحنوا لك كتردوا لك زوينه. انتم الكرتونه ديالها توسخات، حيت انا دابا استعملتها واستعملتها واستعملتها، كان فين ما كنديرها كنحطها في الكرتونه ديالها. نتوما بكثره اليدين والله الا توسخات الكرتونه ديالها، نتوما كما كتشوفوا راه عامين البنات، راه عامين ماشي سهله، راه الا ضربت لك الحاجه عامين راه عرفي راسك كتكيسي وكتحافظي. هذه بونومي، الشركه ديالها بونومي، اي وحده بغات تشري الهاشوار تنصحها بالشركه ديال بونومي. هانتوما لومبالاج ديالها باش كوكينغ بونانا، عفوا بونانا ماشي بونومي، كوكينغ بونانا. هانتوما البنات بونانا، هانتوما هذا هو لومبالاج ديالها. تنصحكم هاد الشركه الا خديتو منها هاد الهاشوار، عرفوا راسكم غضرب عندكم مده، وخداوها الناس حتى يوم وما سقطش ليهم. وهذه راه عندي انا عامين، ولا قلت لكم البنات كنطحن فيها البقوله ونطحن فيها الربيع ونطحن فيها الفلفل ونطحن فيها كل شيء اللي بغيت، بغيت نشلط البصله، بغيت نشلط الفلفله، غزاله غزاله البنات. هانتوما راه كتهز جوج لتر ولكن زوينه. وهاد كوكينغ كما قلت لكم بونانا كوكينغ راه زوينه زوينه بزاف في لامارك ديالها. اللي بغات تشري تنصحها بهادي، راه مستعمله هانتوما غتشوفوها، راه مستعمله شحال من مره، راه طلعت الصوريه في ديك الغلاقه ديالها، يعني مستعمله عندي عده مرات، ومن داك العام عامين دابا داك العام، وهاد العام راه تبارك الله راه عامين وهي ضاربه عندي زوينه البنات. كنت خديتها ب 4600، وكيف ما قلت لكم ضاربه عندي عامين البنات، اللي ضاربه عندي راه قربت ماشي عامين بالضبط، المهم ناقص واحد الشهر ولا 20 يوم بحال هكا باش خديتها، المهم عام وشي 11 شهر ضاربه، عام و11 شهر كاينه عندها عام و11 شهر، ولكن راه زوينه وعندها عده استعمالات وكتنفعك. جاي رمضان على الابواب، راه هادي خاصها تكون عندنا حبيبه في الدار، راه شي حاجه اللي تنشكرها وتنعاودها وكنتمنى تكون في اي دار. نفعتني بزاف في البصله داك العام، ونفعتني في الحشوات تاع المسمن، كتبغيها كتشلضي البصله تشلضي الفلفله، غزاله البنات. هذا البنات براد، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيهز واحد لتر فاصلة 25 زوين. هانتوما لا مارك ديالو تيتانيك، رائع البنات، منقوش ماشي سامبل، راه منقوش. انا غنجبدو دابا وغادي نوريه لكم
هانتوما ما تيصدي ما والو، تيبقى محافظ على اللون ديالو حيت لامارك ديالو زوينه. هذا ب 5000 ريال البنات. هانتوما الشكل ديالو، انا نجبدو لكم دابا من الكرتونه باش تشوفوه. هذا هو الشكل ديالو البنات، كيفاش كيجي منقوش زوين. هانتوما النقشه ديالو كيجي في الحطه رائع البنات، انيق. كيف ما ذكرت معكم الثمن 250 درهم اللي هي 5000 ريال، ولكن لا مارك ديالو زوينه. هذا هو الشكل ديالو البنات، كيفاش كيجي منقوش زوين. هانتوما النقشه ديالو كيجي في الحطه رائع البنات، انيق. كيف ما ذكرت معكم الثمن 250 درهم اللي هي 5000 ريال، ولكن لا مارك ديالو زوينه. وهادو البنات ديال الزبده والكونفيتير العسل، كتحط فيهم ليدام ديال ليدام، هادو فنين البنات. كيف ما كنعرفوا دابا ولاو خارجين الاواني ديال الخشب والبديع. هانتوما راه هادو بديع، وهاد اللوحه ديالو اللي كتهزيو منها خشب هما اللي ولاو دابا زوينين. انا كنت واخداهم ب 3000 ريال، ولكن حاليا دابا راه طاحوا في الثمن لان خرجوا موديلات وحدين اخرين جداد. هادو ولاو دابا دايرين غير 2400 2600، هذا هو الثمن اللي ولاو به. طاحت فيهم ديك 20 درهم ولا 30 درهم. هانتوما كيف ما قلت لكم فيهم 6 ديال لي بيس، ولكن رائعين البنات. عرفتي كيجيو في الطبله كيجيو تري شيك وكيجيو زوينين. هانتوما كيف ما كتشوفوا وهادو هما مشتريات البنات. بغيت نشارككم معكم، انا ماشي بغيت ندير هاد الفيديو بدون استفاده، راه شاركت معكم الاثمنه وبعض شي حوايج اللي كناخذهم في البروموسيون اللي كناخذهم طايحين في الثمن. يلا البنات، هادي هي، هادو هما المشتريات ديالي. ها يلا البنات، اذا عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من تعليقكم الرائع ومن لي جيم ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده للجميع. يلا البنات، واللي بغات تسول شي حاجه في شي كومونتير كنقول لك اختي مرحبا، راه كنجاوب اي واحد اللي بغى يسول شي حاجه. مرحبا على راس العين. يلا البنات، الله يوفقكم الى فيديو قادم ان شاء الله.